السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية، أستاذ آلة العود والنظريات في بغداد. تحياتي لكم وشكرا لتعليقاتكم، وأشكركم جدا أصدقائي، وإن شاء الله يوصل الاشتراكات أكثر وأكثر في اليوتيوب في قناتي، وهي أول قناة عراقية لتعلم آلة العود والموسيقى. اليوم احنا عندنا طبعا مواضيعنا دائما مختلفة. اليوم موضوعنا اللي هو جدا مهم، اللي هو إيقاع المقسوم. نلاحظ أمامكم بالورقة إيقاع المقسوم اللي هو دم تك أس تك، هذه الشارحة دم أس تك أس. نلاحظ دائما أمامكم، ركزوا، لأن أنا عدت أكثر من مرة أنه الأربعة لأربعة في بداية، الأربعة العدد الموجود في البار الواحد، في البار الواحد والأسفل النوعين. فإيقاع المقسوم هو طبعا أكثر شيوع على الأطلاق في موسيقى الشرق الأوسط، واللي دائما انتقالات كثيرة يقدر ينتقل من خلاله للبلدي وهكذا. يعني كثير عندنا أغنية القلب يعشق كل جميل لأم كلثوم، اللي هي كلمات بيرم التونسي وإلحان رياض السنباطي، ومجموعة الأغاني أغنية دارة الأيام أيضا دخل هذا الإيقاع. وتلاحظون في صندوق الوصف أيضا موجودة مجموعة الأغاني. بعد ما عدنا شفتوا الرسم، راح أسمعكم جزء من الإيقاع، يعني أكو كثير من الشباب يقولون كيف نشتغل معه، هذا أحد الأسئلة. لا تنسون أصدقاء الإعجاب والاشتراك في قناتي، وأنا تحت أمركم. وضعوا أي سؤال في التعليق وأنا راح أجاوبكم عليه، ومع ألف سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.